السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم الحطة ديالي جديدة أنا حطيت في اللوز واللوز عندنا كما كتشوفوا لاحظوا معايا منور كاين اللي منوره مزيان وكاين اللي باقا ما منورش. انا تحولت لهاد الحطه هادي وكما كتعرفوا معايا كانت عندي الحطه مضيقه وانا بقاو ليا شي خاليات ما مقسمينش وحولتهم باش نقسمهم ان شاء الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لي ولكم وجميع المسلمين كما كتشوفوا معايا الاخوان ديالي هذه هي الحطه عندي في اللوز على حسب القسمة باش توسع ليا الحطة ونقسم لاحظوا المسافة اللي خليت ما بين الخالية والخالية باش نخدم على خاطري لاحظوا معايا يعني كتبقى تقريبا ثلاثة المترو ما بين خالية وخالية علاش لحقاش التسع موجود وحط فين بغيت وتقسم على خاطرك والقسمة إن شاء الله الرحمن الرحيم من اللي غادي نقسم غادي نردها للبلاصه اللي كانت فيها وغادي نخلي الخليات ديالي كما كتشوفوا معايا اللي هي الأم هنا باش إن شاء الله الرحمن الرحيم من هنا يسالي اللوز نتحولو للحواميد ان شاء الله الرحمن الرحيم والحواميد غادي يبداو في السيمانة هذه السيمانه ان شاء الله الرحمن الرحيم اخوان ديالي انا عندي اسئله كثار والخدمه كثيره وسمحوا لي الا درت شويه ديال الروطار ما جاوبتكمش كيقول الاخ انا قسمت وقسمت خاليات ومن بعد القسمه بخمس ايام ولا ست ايام درت مراقبه ووليت عاود درت مراقبه نهار ثمان ايام ولا تسع ايام هي ولقيت الخلية اللي قسمت كلهم أربو利亚. كاين الخلية اللي ربت. كاين الخلية التي ربت ثلاثة وأربعة في كل إطار. والخلية فيها أربعة الإطارات ولا خمسة. وتقريباً مربين ليها. في الاطارات كله ودرت واحد الطريقه وقولوا لي واش نجحة او لا ما طريقة الطريقه اللي دار هذا الاخ وهو قسم الخليات ديالو له ملكات اكثر وكانوا باقين عنده خليات باقين ما, ما قسمهمش ولا عاود قسم الخليات اللي كانوا باقي له ما مقسمينش وكل قسمه دارها جديده كان كيهز اطار بالح... بسميتو بيوت ملكه اللي فيه فيه واحد ولا جوج ولا ثلاثه وكيعطيهم القسمه الجديده والقسمه القديمه كيخلي لها اطار ثاني فيه قسمه اطار فيه فيه بيوت ملكه عفوان وقسم الخليات ديالو كلهم وكيقول عمي بو جمعه واش هالشيء زادق ليا ولا ما زادقش الجواب ديالي على هاد السؤال هذا الاخ ديالي هاد الطريقه كاع كنديروها كيوجدوا لينا خليات في الاول وكنقسموهم وكيربيو لينا بيوت الملكات الا بغينا نقسمو بهم خلي من الملكات ديالهم خليات وحدين اخرين كنقسمو خليات اللي هما زوينين وكنتهلاو فيهم في الاول باش كيوجدوا لينا كنعرفوهم كيخدمو مزيان والملكه ديالهم زوينه وكيوجدوا لينا بكري وكنقسموهم والقسمه كنعطيوها بيض مفتوح ديال 24 ساعه المهم كنعطيوها حضنة مفتوحه كثيره القسمه وكنحولوا الام من بلاصتها وكنحطو القسمه جديده في بلاصه الام وكنعطيوها لحظنا كثيره وعلاش كنحطو القسمه في بلاصه الام باش النحل السارح كيهرب لينا الاكثريه القسمه باش كتربي لك اكثر فيها النحل وكتربي لنا بيوت ملكات وملي كتربي لنا بيوت ملكات بهذه الطريقه هذه داك 15 يوم من اللي كيبقى لها يومين ولا تلت ايام باش غادي تفقص لينا البيوت الملكه اللي في القسمه اللي قسمنا كنجيو للمنحل ديالنا وكنقسموا قسمات كنقسموا قسمات يعني ديال المنحل ديالنا اللي باقي لينا في المنحل وملي كنقسمو كل قسمه كنخليوها تيتم نهار ولا يومين وتا هي كنعطيوها بيض مفتوح وكنجيو من بعد داك القسمه اللي كنقسمو في الاخر كنجيو القسمه اللي قسمنا في الاول وكناخذو منها اطار بيوت الملكه ديالو الا كان عندنا مثلا جوج اطارات ولا ثلاثه في القسمه وفيهم بيوت ملكات كناخذوا اطار مكمول هو وبيت ملك اللي فيه وكنعطيوه القسمة جديدة وبهذه الطريقة هذه كنربحو المدة ديال 15 يوم وكنتأكدو بأن القسمة ديالنا ناجحة 100% وإلا كان ربونا بيوت ملكات كتير وزايدين نقدروا بيوت ملكات اللي عندنا في الاطارات ديال القسمه الاولى كنقطعوهم هما ومورسو ديال الشمع وكنديروه في اطار كنلصقوهم في اطار واحد خور ديال الشمع وكنعطيوه القسمه ديالنا جديده وكنربحو قسمات وكنربحو ملكات كنقول الاخ ديالي الطريقه اللي درتي اللهم بارك والله يسخر لك واحسن قسمه درتيها كاع النحاله كيديروها وكاين من النحاله الاخ ديالي اللي كيكونوا كيديروا غير مراقبه الخليه ديالهم وكيلقاو كيلقاو بيوت ملكات في شي خليه زايده كيحاولوا يقسموا خلية في نفس الوقت ويعطيوها إطار بيوت الملكات ديالو هكا كيخدم كي النحل أو مثلا كيكون باقي ما مراقبة وكطردلو له شي خلية شي خلية من الخليات كتطرد ومن اللي وكيشوفها النحل طردت من هذيك الخليه كيمشي يدير مراقبه لذاك الخليه كيلقى بيوت الملكات زايده بيوت الملكات زايده في هذيك الخليه كيولي يحيد داك بيوت الملكات من هذيك القسم من هذيك الخالية اللي طردت الطرد الأول وكيحيد بيوت الملكات من تما ويقسم بهم خاليات وحدين أخرين اللي قرابين القسمة كيشوف الخالية ديالو شحال فيها ديال بيوت الملكات ويقسم خالية خليات وحدين اخرين على حسب بيوت الملكات اللي عنده في الخليه اللي طردت والغد ليه كيجي وياخذ بيوت الملكات ويعطيهم القسمات اللي قسم على حقاش خليه من اللي كطرد الطرد الاول كتخرج كبه ديال النحل ولا الطرد الاول اللي كيخرج من الخليه كتخرج فيه الملكه اللي هي الام كتخرج فيه الملكه اللي هي الام ومن بعد كتخرج الملكه اللي هي الام كتجلس الخليه ديالها يومين ولا ثلاثة ايام وكتعاود بدا تخرج لك في الطرود تخرج الطرد الاول والثاني والثالث والرابع قد اللي عندها في الملكات كل ملكه ولا جوج ثلاثه كيخرجوا مع الطرد كيخرجوا كيخرجوا معاهم طرد حتى كتبقى لك الخليه ديالك ضعيفه بزاف كاع كيبقى فيها مثلا جوج كوادر ولا ثلاثه ديال النحل وكيبقى فيها الحضنه اللي كانت مفتوحه باقا عاد غادي تخرج وهذه هي طريقة ديال القسمة الإخوان ديالي بيوت الملكات اللي عنده بيوت الملكات في الخلية ديالو ولقاهم في خليه زايدين يقسم خليه وحدين اخرين يعطيهم بيوت ملكات من هذيك الخليه اللي عندها بيوت ملكات زايده ونجحالو القضيه ديالو والله يسهل عليكم والله يحفظكم ليا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا كما كتشوفوا معايا قلت لكم راني تحولت للوز اللوز هو هذا اللهم بارك منور اليوم كاين شويه ديال القبلي وكيما كتعرفوا القبلي شويه كاين الشف ولكن واخا شد فيه النحل اللوز اخوان ديالي فيه حبوب اللقاح فيه العسل والله يسخر ليا وليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللوز منوار الربيع اللهم بارك كما كتشوفوا معايا كل هالدنيا الدنيا هكا النحال سارح في الربيع سارح في اللوز اللهم بارك لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته